السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كيف ما كتشوفوا حنا كنتواجدوا بهذا الشارع. لابارتمون اللي جينا نشوفوا اليوم جات اون فاس كورنيش، يعني اون فاس بلايا، جات في سونتر فيل وموقع ممتاز. وهذه هي الهمزه اللي كلشي كيسولني عليها، كيقول لي بغينا شي همزه في طنجه. لابارتمون اللي غادي نحط لكم اليوم كتعتبر همزه من هموز طنجه. بلا ما تفلتوها من يديكم وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا الثمن ديال هذا لابارتمون. هذا لابارتمون كيف ما قلت لكم جات اون فاس كورنيش، هو هذا اون فاس بلايا، يعني ان فوا تهبطوا من لابارتمون تقطعوا الشانطي ها نتوما في بلايا، يعني ما عمرك تقنط هنايا. بالنسبه للناس اللي باغي لابارتمون باش يصيفوا فيها، هذه حل الامثل لكم، والثمن ديالها والله العظيم الا كيعتبر همزه من هموز طنجه. كيف ما قلت لكم هاد لابارتمون جات اون فاس بلايا، يعني قريب لكم ساحه الامام، قريب لكم لاكار دي تران، حداكم ماكدو، يعني قريب لكم جميع المرافق والعموميه ديال المدينه. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش طنجه، هذا هو الكورنيش ديال طنجه. لابارتمون ديالنا جات في 6 ايطاج، العماره فيها لاسانسور وفيها لابارتمون فيها 126 متر. دابا خليكم مع هاد الصور ومن بعد نطلعوا باش نشوفوا لابارتمون ديالنا كيفاش عامله. كيف ما كتشوفوا قلت لكم مارينا ها هي حداكم، يعني الموقع ديال هاد لابارتمون غزال بزاف وغادي تعجبكم حتى لابارتمون حتى هي. غير كملوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا الثمن الهمزه ديال هاد لابارتمون. لابارتمون ديالنا اللي جات في الايطاج السادس هي هادي، مع الدخله كنلقى وسط الدار هو هذا، فيه صالا مونجي بسا ديال الكراسة. وكيف ما قلت لكم هاد لابارتمون راه جات في الايطاج السادس والعماره كامله فيها 7 ديال لي زيطاج وفيها 126 متر، جات اون فاس بلايا. كما كتلاحظوا وسط الدار راه واسع وكبير تبارك الله، يعني فيه صالا مونجي وعاد فيه هاد الطبله ديال الخشب والزاج. هنايا على الشمال كنلقاو طواليط الحمام خاص بهاد لابارتمون، وعاد كنلقاو هنايا طبيله ديال الزاج وديال الخشب. ونحدكم بالذكر ان لابارتمون كتباع يا اما بالفراش يا اما خاويه، يعني لكم الحريه الاختيار، يا اما تاخذوها خاويه يا اما تاخذوها بالفراش. هذه هي صالا مونجي اللي كاينه في وسط الدار. كما كتلاحظوا الدار راها واسعه وكبيره تبارك الله ومصلوحه، يعني ما حتى شي تجيو عاد تصبغوا، يعني راها مصبوغه مقبصه. هنا كنلقاو وسط الدار الثاني فيه كانابي، والسعيه ديالو هي هذه. كيف ما كتلاحظوا هنايا مود الدار عامل كانابي، مي نتوما تقدروا تستغلوا هاد لاسباس كيف ما بغيتوا. اون فاس المقعد كنلقاو كوزينه والصاله الخاصه بهاد لابارتمون. الصاله كيف ما كتشوفوا راها مقبصه في القواس، هاد النوع ديال القبص، والوسوعيه ديال الصاله ديالنا هي هادي. كما كتلاحظوا راه فيها جوج طبالي كبارين بالست ديال الميسيتات ديالهم، وعاد راها جات واسعه كبيره فيها السته ديال الكتاره بالستادر ديالهم. بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يشريو لابارتمون بالفراش، هذا هو الفراش اللي كاين في الصاله، فيها طاقه كبيره ديال الالومنيوم والزاج، وعاد فيها جوج ديال الكوانات. كيف ما كتلاحظوا الصاله راها ضاويه تبارك الله وجات كبيره وواسعه، وفيها كليماتيزور. وكيف ما قلت لكم هاد لابارتمون راها جات اون فاس بلايا، جات في الايطاج السادس فيها 126 متر، والثمن ديالها راه والله حتى همزه مقارنه بالزابارتمون اللي كاينين في نفس البلاصه.
كما كتلاحظوا الصاله راه جات واسعه وكبيره، والكتاره والنوع ديال الخشب اللي كاين في الطبلة هو هذا النوع ديال الخشب الممتاز. هنا كنلقاو التلفازه الخاصه بالصاله، ودابا نمشيو باش نشوفو الكوزينه وجوج ديال بيوتات النعاس اللي باقي لنا. وهذا ابارتمون فيها جوج ديال بيوتات النعاس، جوج ديال الطواليت وحمام، وعاد الصاله ووسط الدار وسيجور. حدا الصاله كنلقاو الكوزينه الخاصه بالابارتمون، وعاد الكولوار اللي فيه جوج ديال بيوتات النعاس، وعاد كنلقاو هنايا وسط الدار. وان فاس باب الدار كنلقاو الكوزينه الخاصه بهاد لابارتمون، هي هادي نوريكم الوسعيه ديالها كما كتلاحظوا راه جات كوزينه واسعه وكبيره تبارك الله. والسقف ديالها هو هذا كيفاش عامل، كنلقاو بان الكوزينه دايره بالبلاكارات ديال الخشب من التحت، وكاين لومبلاسمون ديال ماكينه التصبيغ مع لومبلاسمون ديال الفران والبوطه، وعاد لومبلاسمون ديال الثلاجه، ودايرين بها البلاكارات. يعني هاد الكوزينه راها عامره بلاكارات، يعني ما غاديش تلقاو مشكل مع قشوع ديالكم. وكيف ما كتلاحظوا الكوزينه راها جات واسعه ودايره بالبلاكارات وضاويه تبارك الله. هنا كنلقاو لومبلاسمون ديال البوطه ديال الطياب بفران بلاهوت، و اون فاس ليلا كنلقاو الثلاجه. نوريكم الثلاجه الخاصه بالكوزينه بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يشريو لابارتمون بالفراش، هذه هي الثلاجه اللي كاينه في الكوزينه. عاد هنا كنلقاو صالامونجي بجوج الكراسة، وانفاس ليها كنلقاو الباب ديال البالكون الخاص بالكوزينه الوسعيه ديالو هي هادي. هنا كنلقاو لومبلاسمون ديال السخان الضوء، وكيف ما كتشوفوا البالكون راه حتى هو جا واسع وكبير، يعني فيه صالامونجي حتى هي ديال البلاستيك بالكريسات ديالها. ودابا نمشيو باش نشوفو البيوت ديال الناس مع التواليت والحمام الثاني. البيوت ديال الناس والحمام الثاني مفروقين بالباب على باقي لابارتمون، يعني هاد الكولوار اللي جمع بيوت ديال الناس والحمام مفروقين باب ديال الخشب. هنا كنلقاو بيت النعاس الاولاني والثاني مع الحمام والطواليت الثانيه. بيت النعاس الاولاني الخاص بهاد لابارتمون هو هذا، السقف ديالو هو هذا كيفاش عامل، والوسعيه ديالو هي هادي كما كتلاحظوا راه جا بيت واسع وكبير تبارك الله، هاز ثلاثه ديال الكامات بالكوكيتات ديالهم وباقي توسع في البيت. هنا كنلقاو لومبلاسمون ديال كليماتيزور مع الطاقه الكبيره ديال الالومنيوم والزاج. وبالنسبه للناس اللي عندهم ثلاثه الوليدات، يعني هاد البيت راه كافي لوليداتهم. يعني كيف ما كتلاحظوا بيت راه جا واسع وكبير تبارك الله، وفيه الماريو ديال جوج دبيبان بالسده ديالهم. وبالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يشريو لابارتمون بالفراش، يعني هاد البيت راه فيه ثلاثه ديال الكامات. وكيف ما قلت لكم غادي نقول الثمن ديال هاد لابارتمون في الاخر الفيديو. اون فاس البيت كنلقاو الحمام والطواليت الثانيه ديال هاد لابارتمون. وحده كنلقاو بيت نعاس الثاني، السقف ديالو هو هذا كيفاش عامل،
والوسعية ديالو هي هذه كيف ما كتلاحظوا راه جابيت ناس واسع وكبير تبارك الله، يعني كيف ما كتلاحظوا راه هز كاما ديال جوج. وهنايا كنلقاو الماريو ديال الالومنيوم والزاج مرايا، يعني محتاج شي تشريو ماريو لهاد البيت، سواء شريتو لابارتمون بالفراش اولا بلا فراش، هاد البيت راه فيه ماريو كبير كيف ما كتشوفوا واسع. وهنا كنلقاو كاما بالكوكيتات ديالها بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يشوفوا لابارتمون بالفراش. وعاد باقي التواسع هنا فين عاملين كانابي، يعني هاد البيت جا الفصره ديالو واسعه وكبيره وجا ضاوي حيت داير بالالومنيوم مزاج، يعني ما كاينش فيه غير الطاقه، يعني الحيط ديالو وداير بالالومنيوم مزاج، يعني الفصاله ديال هاد البيت غزاله بزاف وجا ضاوي تبارك الله. وهنا كنلقاو التلفازه مع لومبلاسمون ديال الكليماتيزور، وكيف ما قلت لكم هاد لابارتمون راها فيها 126 متر، جات فيها جوج ديال بيوتات النعاس. وهنا كنلقاو الحمام الاولاني بالتواليت ديالو، وعاد كنلقاو وسط الدار اللي فيه صالا مونجي، وسط الدار الثاني اللي فيه الكنابي والصاله والكوزينه، وعاد حداهم كنلقاو التواليت الاولى تواليت سيرفيس. وكيف ما قلت لكم هاد لابارتمون راها جات في اون فاس بلايا الايطاج السادس، فيها 126 متر. هذه هي تواليت سيرفيس لي بلافابو ديالها، والداخل كيف ما شفتوا راه كاينه التواليت والدوشه ديالها. وكيف ما شفتوا معنا خوتي وخواتاتي هذه هي لابارتمون اللي جات اون فاس بلايا في كورنيش، فيها 126 متر، جات في الايطاج السادس، مولاها كيطلب فيها 160 مليون خاوية. إذا عجبتكم وبغيتيو تجيو تشوفوها مرحبا، ما عليكم الا تتصلوا بنا في الارقام اسفل الفيديو واللي مكتبه ليه في الرزق هو اللي غيديها. إذا عجبكم هادشي اللي كنعملوه وبغيتيو نجيو نشوفوا الديور ديالكم تحطوهم للبيع اولا للكرا، مرحبا ما عليكم الا تتصلوا بنا في الارقام اسفل الفيديو، وان شاء الله ما يكون غير خير. كنتمنى تدعموني بجيم تابوناو معنا وتبارطاجيو الفيديو مع اكبر عدد من الناس. واذا كنتي باقي ما ابونيش غير تابونا معنا، راه ما غتلقى الجديد غير عندنا. الله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي، تتعملوا الديور ديالكم ويفتح لكم بيبان الرزق ويفرجها عليكم ويسهل لكم في اللي كتمنوا يا ربي. وقولوا امين، نهاركم مبروك.